أما هلأ ليا وصلنا لمحطتنا الأخيرة برحلتنا الصباحية لليوم. أطفال التعليم مرحلة التعليم الأساسي خلصوا امتحاناتهم وبلشت الصيفية والعطلة الصيفية. بنعرف إنه فترة طويلة بتمرق على الأهالي بعد النظام الطويل خلال العام. كيف فينا نستثمر العطلة الصيفية بنشاطات ترفيهية مفيدة لنخفف على أطفالنا يمكن الضغوطات اليومية اللي عم نعيشها؟ كل هالتفاصيل رح نحكي عنا أكثر مع الاختصاصية التربوية ميس الريم يوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم جميع. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية دائما عندنا الصيف هو فوضى، هو لعب، هو زيارات يمكن عند بيت تيتا، عند القرايبين، ونوم بالنهار ونفيق بالليل. خلينا نحكي بالبداية ما صار لها شيء خالص المدرسة، فنحن كيف فينا نستثمر الصيفية لما تكون ضغط ولا تكون فوضى؟ هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه الاهالي لازم يعرفوا انه فتره العطله الصيفيه ما بتقل اهميه ابدا عن فتره عن مرحله العام الدراسي اللي بمر فيه الطفل. هلا نحن بشكل عام اخذينها انه هي فوضى او بمساحه نوم كافيه وهيك، هي لا، فينا نقول انه الطفل طلع من مرحله كان ملتزم فيها بالواجبات الدراسيه بالفحص بالامتحان، طبعا هذا الشيء ما بيحبوه ابدا، لفتره انه صار عنده شيء ترفيهي، مساحه من الحريه. نحن مشان نطلع من كلمه الفوضى او كلمه انه الطفل يسهر على كيفه او يصير تغليب عليه الالعاب الالكترونيه او اكثر، نحن بدنا نسعى نحن والاهل انه نساوي جدول تنظيم وقت او تنظيم الشغلات نحن اللي ناويين نساويها بالصيف. هذا الشيء نحن ما بنحسسه للطفل انه شيء بالمفروض او شيء اجباري عليه. بتقعد الاسره كلها كامله مع الطفل او مع الطالب مرحله التعليم الاساسي، بحطوا مثل كيف مثلا بالمدرسه بيساووا مثل لوحه حائط مثلا بتتعلق على المدرسه، نحن هي بدنا نعلقها مثلا بالبيت، فبنعمل توزيع هيك، بنساوي ورود، بنساوي كذا مثل ما بيحب الطفل، بنحاول نقول له مثلا نحن بدنا في 8 شو حابين نساوي، او بناخذ راي الطفل، ونحن بذكائنا بحنكه الاهل بدنا نستدرج انه نحن نحاول نساوي الشغلات اللي نحن بنحبها بس انه هي طالعه من الطفل، يعني وهيك بنعلمه شو اهميه الوقت وبدنا نلحق ميول الاطفال وهواياته. طيب خلينا نعرف منك لكل الاهالي اللي عم يتابعونا كيف فينا نبلش شوي شوي؟ بنعرف خلال السنه كان في نظام وفي دراسه، بنفس الوقت ما يكون في فوضى، في نظام بسيط، ما بدنا نقول نظام قاسي للاطفال، وقدر فعليا اعبي للطفل هيدا الوقت من خلال نشاطات بعيدا عن الاجهزه الالكترونيه، الموبايل والتاب، لانه عم نشوف يمكن يعني نوعا ما عم يكون في اتكال عليها ببعض الاوقات من قبل الاهالي. هلا لما بدنا نشوف اي طفل في اتكال على الالعاب الالكترونيه فهذا تماما تماما السبب بيكون فشل بالعلاقات الاسريه الايجابيه ضمن الاسره. هلا نحن ما فينا كمان نحكم ونلغي الطفل ابدا نبعده عن الانترنت او عصر الالعاب الالكترونيه، لانه نحن يعني هي حقيقه انه الطفل لازم يواكب هذا العصر، لازم يحس كمان انه هو انه مثل رفقاته بقيه رفقاته. هلا لما بيجتمعوا الاولاد كلياتهم انه الالعاب والالكتروني وشفت هي اللعبه نزلت جديد، ما فينا نحن نبعده تماما عن هذا الجو، ولكن نحن فينا نعمل مثل كنترول على هذا الهي انه بنحط له منبه للولد انه انت بتعرف انه عندك ساعه بالنهار بابا بنتفرج على هي اللعبه، في مجال كمان انه يتشارك الاهل معه. بالمقابل نحن في عندنا نشاطات ثانيه، هلا نحن بدنا نوازي، في ناس بيقولوا لك انه ممكن ندخل بالعطله الصيفيه نشاطات تعليميه او بتقتصر بس على الترفيهيه. لا، نحن كمان نحن بدنا نعمل توازن بحيث انه الطفل ما يفقد المهارات الاساسيه اللي تعلمها بالمدرسه من قراءه من حساب، ولكن هون نحن بدنا ندخل له، بدنا ندمج التعليم مع الترفيه، يعني انا بدي ادخل له مهاره القراءه عن طريق قصص هي بتنتمي لميوله او الشغلات اللي بيحبها، طفل مثلا بيحب الطهي فانا بجيب له مثلا كتاب عن فنون الطبخ، انا هون خليته يقوي مهاره القراءه عنده ولكن بدون انا ما احسسه انه هلا بدك تقعد، هلا بدك تقرا، هلا بدك تخلص هذا الكتاب، يعني بعد عن شغله النمطية أو شغلة أنه إجباري أنا الطفل بده يساوي هذا الشيء. بدنا نركز كمان على نشاطات ترفيهية، كل طفل عنده هوايات، عنده ميول بيساويها رسم، رياضة، في منهم عنده هواية الزراعة، في هوايات غريبة مثلا عنده تربية حيوان أليف ممكن آخذه أنا حديقة الحيوانات، فأنا هون بدي هون هي المساحة الأهل بدهم يقعدوا مع الطفل يعرفوا كل واحد شو ميوله وعلى أساسه يا بيسجلوا دورات بهي الهوايات، في ناس ما عندهم هي القدرة المادية أنه يسجلوا دورات أو كذا، بشوف انا وين هواياته وين ميول الطفل، فيني على اليوتيوب بتشارك انا وياه، بقعد انا وابني بعلمه، يعني بدنا هي مساحه الحريه الاكثر للطفل يعني انه يغذي فيها هواياته اللي ما في بالعام الدراسي.
تماما. يعني كثير حلو انه نحن ندور على شو ابننا بحب، ولكن نحن هون عندنا ضياع بانه باي عمر نحن فينا نعلمه، فينا نخيره، فينا ندخل نشاطات له. يعني في اعمار محدده الطفل بيستفيد منها ولا لا؟ هلا لك الطفل فيك انت تقول بي او تشتغلي معه والله من عمر السنه، من اول ما ببلش يتعرف على المحيط الخارجي له. يعني هلا بتحسي طفل السنه بيفهم عليك انت لما بتصرخي بوشه مثلا بيزعل، او لما بتكاغي له او هيك، خلص هو صار عنده مشاعر او مدركه. ولكن هون انه بتختلف عندك الالعاب او المهارات اللي ممكن، يعني كل سنه عن سنه مثلا عندك في العاب مونتيسوري نحن دارسينها بعالم الروضات للعالمه ماريا مونتيسوري، فهي بتبلش تشتغل من 4 شهور مع الطفل. ولكن انت لما اللعبه او التمرين اللي بدك تشتغلي فيه مع عمر السنه بيختلف عن عمر السنتين، بيختلف عن عمر 3 سنين، بس كل ما كبر الطفل بتظهر ميوله اكثر. بس اذا عنده ميول للرسم، اذا عنده ميول للغناء، اذا عنده ميول بتظهر معه من عمر السنه ونص للطفل. بس في عندنا بالمكتبات في لكل عمر في له العاب وفي له تمارين مخصصه له، يعني فينا نشتغل مع الطفل من عمر السنه. خلينا نحكي عن النشاطات المشتركه بين الاهل والاطفال خلال الفتره الصيفيه، قديش مهم نشرك حالنا مع الطفل من خلال هي النشاطات؟ قديش بتأثر أساسا على نفسية الطفل وتعامله بالمستقبل مع أهله؟ هلا هي فينا نعتبر مثل ما تفضلتي حضرتك العطله الصيفيه هي فرصه لتوطيد العلاقات بين الطفل وبين الاهل. كيف يعني؟ هلا في منهم بيقولوا انه الاهل هن الموظفين، طيب هن ما يعني وظيفتهم ما رح تتغير، هو التغير طرأ عند الطفل. لا، فينا نقول نحن مثلا فتره النهار بالشتاء بتفرق عن فتره النهار بالصيف. عندنا هون مدى واسع، هون انت ما عاد عندك هي فتره الفحص والامتحان والواجبات الدراسيه، فصار في مساحه من الحريه. الطفل بصير بيتعرف على الوجه الاخر للاهل اللي هو ما كان حسن يشوفه بالشتوي وبضغط العمل وضغط الواجبات الدراسيه والوظائف اللي عنده وبتعتم بكير والاهالي بصيروا بيتعرفوا اكثر على ميول اطفالهم. فكثير مهم الاشياء المشتركه بتقريب الاهل والاطفال من بعضهم. في عندنا مثلا بفتره الصيف كثير حلوه فكره التخييم الصيفي او المعسكرات، فيها الاسره هي تاخذ معها خيمه وتروح على اي منطقه جبليه تعمل هذا التخييم، تاخذ معهم الطابات، عازف على آلة موسيقية، تاخذ معهم تسالي، اللعب حتى بالخلاء، في كمان فترة اللعب الحر للأطفال بالصلصال بأي شيء بالورق المقوى، كثير كمان بتعمل جو من المرح داخل الأسرة. في عندنا كمان إنه عندك بالعطلة خميس وجمعة هي اللي صارت مثل إنه تكنيك إنه نروح على زيارة بيت الجدي. كمان انه الاهل بيكونوا مع الاطفال، فهي الالعاب او النشاطات المشتركه كثير بتقرب الاهل والاطفال من بعضهم. في عن جديد مثلا هلا الاب فيها ياخذ الطفل على متجر الالعاب الالكترونيه بده يشتري لعبه او كذا، ففي هو يعرف انه شو الالعاب اللي عم يلعب فيها طفل، لانه من ناحيه انه بدك تعلمني هي اللعبه، انه يتداخل الاب مع الطفل انه انا هون فزت انت هون فزت، بصير مثل مرحله تنافسيه بيناتهم. فكثير هي الالعاب المشتركه كثير لها فوائد ايجابيه على الطفل وعلى الاهل. تمام. خلينا نحكي عن النشاطات الزايدة، هل هي مثل النقصان؟ يعني إذا كتير مليتي له وقت الطفل، سباحة، رسم، موسيقى، كاراتيه، اي نشاط ثاني، كل يوم كل يوم كل يوم عنده يمكن تقريبا 8 ساعات او 10 ساعات مليانين بوقته. كثير عم نشوف هيك اهل انه خليه مشان ينام بكير ويفيق بكير ونملي له وقته، انه ابدا ما يصير عنده متاهات خلال النهار. هل هالشيء صح ولا لا؟ كمان هو له عكس سلبي؟ طبعا هلا الزياده تاثيرها مثل النقصان. يعني هون بصير عنده الطفل انه متلازمه انهاك بالمعلومات، يعني هو ما هو مرض هذا اسمه تلازمه الانهاك المعلوماتي، بيتعرض للطفل هنا بيقولوا انه عن طريق الانترنت. بس انت اذا فقتي، طيب الطفل ما صحي على حاله، طلع من دوره لدوره، انا بشوف هيك نماذج. فعلا بيكون الهدف الاساسي انه الام او الاب انه الطفل بيوصل على البيت انه بينام بكير او كذا. فانتم هون ما يعني ما قعدتوا مع الطفل، ما يعني ما حسستوا بهي اللي كنا عم نقول النشاطات المشتركه، ما ملي. يعني الطفل بحاجه كمان بالعطله الصيفيه اولا للتنويع. يعني انا مو النظام الوقتي مثلا كل يوم كل يوم عندي رسم بطلع منها للموسيقى بطلع منها، لا، يوم رسم يوم موسيقى. كمان بدنا نركز على شغله كثير مفيده بالعطله الصيفيه، يكون في وقت حر.
شو وقت حر؟ هي انا بعطي للطفل ساعتين حتى لو ثلاثه، وقت حر يعني انت تصرف انت اللي بدك اياه، حابب مثلا تنام، حابب تطلع تلعب بالحديقه، يعني هي وقت حر، لعب بالخلاء، يعني هي مساحه مفتوحه للطفل مشان يرتاح، مو كله معلومات معلومات، خلص الطفل يساوي فيها اللي بده اياه. فانا كثير بركز على هي انه الزياده لسه تاثيرها سلبي اكثر من النقصان. اكيد بالختام نتشكرك الاختصاصيه التربويه ميس ريم يوسف على وجودك معنا، ومثل ما قلتي يمكن شويه وقت نقضيه مع اولادنا خلال الفتره الصيفيه ونشاطات بسيطه هي ممكن تعبي لهم وقتهم، مو بالضروره زخم كثير كبير من خلال دورات تدريبيه بشكل مستمر. شكرا كثير لك. شكرا لك.